السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال حد كسو دواتان برنامج كهوانكا اي افريكا وهذا هانو قلعات داوتان تي فيغا نيو افريكا قيب تيسا افكا سوماليغا برنامج كهوانكا اي افريكا ايام وحاكسو قادنا اريما كالدوان اي تابن ايا بلشيدة اي دو مركبة هذا برنامج كمان تاوحانكا قهد لدونا دو مركيو اسلامكا هوانكا سيدا دوكتي هيمبا والف دوركا bulshada islaamkuna waxa uu siiyay xaq fara badan oo uu karaamiyay laga mana dhigin ragga kuwa kaliya ee leh hanuunka iyo abaalmarinta balse waxa ay u siman yihiin cibaadada iyo abaalmarintaba hadaba barnaamijka sida aad ka dheerahteen mowduuciisa waxaan kaga hadli doonaa dumarka islaamka iyo sida ay reer galbeedku u arkaan barnaamijka waxaa marti iigu ah doktoresa Xaliima Xuseen Maxamed oo iyadu baashkeeda ka diyaarisay Afriqiya Shariica isla markaana ka diyaarisay laba masterkii koowaadna ahaa cilaaqaad dowliya ee ka diyaarisay markas alqawmi oo cilaaqaad dowliya ee ka diyaarisay iyo masterkeeda labaadna isla markaa ka diyaarisay Shariica Jaamacad Sinaar isla markaana hadda ka wada doktora culuum siyaasiya Xaliim Xuseen. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. الحمد لله ثم صلاة وسلام على رسول الله أدبان غفر حسن هاي برامش كان وأدكم هاد سنتين إن أدب عسو أنت برامش كان هي أذى كمان حليمة سيدة أد موضوع كدي هني سو ما تموضوع إنه حنا قندونا هوين كي أفريقيا إن وحنا قندونا هوين كي إسلام كان عنده دمر كي إسلام كان برنامج كان إن ما أنت أدي عن سيب جذو كلنا haweenka ee markii hore islaamka ka hor sidee loo dhaqmi jiray subhanahu rahman rahim waxaan ka bilaabayna horto say u dhaqmi jireen horta ilaahay subhanahu wa ta'ala mujtamaa mahma kaanad uu karaameeyay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay walaqad karramna bani aadam labada dhinac ba jihada ilaahay karaamo wanaagsan ayuu siiyay insaanka basharka ah kadib haweenka markaan u soo laabano ومجتمع يعني أساس كيسة يدمات كيسان ده كرنا مركز سي أدق مشرين أما لولا أدق مشري أما يبو أدق مشرين كلا ده هيا هدي لقى فيرنا يو أم فيرنا مثال ذي هرة حضارات كا مركز لقى فيرنا يا مدد كي قرمتي هرة مثال ذا بدن أوقاب كلا لولا أدق مشري سي أهان شرتي إن لدوج شري القرآن كا وكسا أرورتي أو قرن إنسان إني هيدقف يعني إسكاء لعبض أو كلاته إن أولاد أقم تشرين قفكو يعني إن حتى أكو سأرى تمر كل قدها قف كان جبر بكو على تونيح تشر سد ما كون قنجرتي مر كل سوى جاري حضارة دي هي إدهم حبان حرم مرة إحساس يضع بيوحيو بدلين سي يعني أنا هي كر أما أدونس سير وأنا هذا هذا قارقود وحي ليه تشرين آلد إنتها أو أن دالي نب سيبو شقي صنيان سير وأنا كديكان qarkood waxay u sameen jireen inay ahayd sida qof ama yaani aalada laftirkeed ha ahaato laakiin waqtiyada muayyan ah inay ganacsi tijaara ah oo la iska gato oo dhinac ka loo gato sida la rabo laga sameysto qarkood waxay u isticmaali jireen hadda hindiga kala marka amithaal soo qaadanayno waa dawladdu isku sheegaysay xadhaaradi inay cilmigii saas ahay wuxuu aaminsanaa inay adoon ah وصل رب اللي جاي لاي وحيل رب اللي وصل مين لاي مركل ربنا يضل استعمال لاي يعني سبحان الله مركل لقى شيء كين يحد عرض هاس أما ضد كاس مجتمع سؤال دق مشرين يعني هل كإيجارسيين أذى نفسيين كمسيين صحة أنا مركل غاركود مركل آخر نيسو وضياب إسا يعني تاريخ سوء قرطي يسيهين مركل هل كأيضا أي مرحلة أتاجنت هاي أو أي ساء أتهاي وإلهي سبحانه وتعالى كرامة ذي يبوا أوجهين حتى يهود وكلا تحدوا أوجهين سيقول لك مشيرين أوجهين هذا مع إنه هو كفرين جرين أو حي كبر جرين إنه يحي قف كان وصير ربان وحي كي يلا وحدي كرنا يعني بابا بيها يعني مركي هذا وفيرين إن سي قصص نسين كرنا يعني وحي هي قف صير ربا هاي وقت جاهلي قا يعني وح وحي هي ألد سادر بتد أدوا ذيك سين كرتو وحد ربتد أتكسر من كرتو سادر بتد أطلق من كرتي يعني ساس يجو أي إسقاء هاي أما ساس أما حقوق بدن ما بينها حقوق مشرين أصلاً أما إن حقوق الهاتس كده إذا وحي كم من قنشر تحيا ولا رحلي صح يعني إن قبل ده مركي أي نكو ننتقو كتجو مالك سيدا نك رياك الله قد حيا قبل ده اللود رحلي يعني أنت أم حد دولة ده هنحكي ده ماشين ودن كنا نشوفنا
يعني قبل هذا قيبتي هذا لنك كلك قضوا كليته وحيسميان يعني نينك حابها أذن أذ وقت كيسن كروا حاكم إذا حيسمين جرين إن أنا يقبله وويلك وأبيه مركو كتغو وأبيه لنتو قبله حيان شرتين ويلك سو رب وكديجن كرناق وضمر وكديجن كر وبنان تا صورة بكية الكر يعني مالك أبيه وسو قلها أو أبيه وقتري ورحلة وهاد أساس ييجو أي رقم جرين ووقت جاس جاهلي فهذه أنا أصلاً قلنا مركا إن يدو إساءة هيد محب الدليل أما محاسة ميسي وحين أقول حمان كرتا إن هذا سؤال شيء نلا بعض وصي ونقول إسلام إسلام كسوك حسي إسلام كحسي كو هرت إله سبحانه وتعالى هذا أقع قيب قيبه وقيبنا من ناحية عبادة مركا اللي قال جيو واللوسمية وإله سبحانه وتعالى وحات شقيستي وبعض أذو أكتي سؤله هرت جيس عمل كعبادة ذا لما دين قبل دين حكسونتو صلاه دين حوتكتو نينك سي هو سميه لما دين بل قفك الله سبحانه وتعالى و كو خيري او شرط او غدغاي ان تقوى او ليهي من يتقي الله يجعل له مخرج اما وليه الله سبحانه وتعالى ان اكرمكم اتقاكم وليه يعني قف الب شرط قيس و انت اسمع من ناحيه عباده مركا كهلينو او لو سميه هذا شقيسته واحد نقونس قفك وناسن مركا نصو أرورنا من ناحية اجتماعية إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيس هذا كله أبنه تكريم وكلي وكرقي وحكيفاية وحكوا فيلم إن سورة لما قعقلوا بكم قعبة سورة النساء لير ورسولك صلى الله عليه وسلم وكشي كان أنا يعني قبل حتى تحي إن حديث كم عليه سويها طلا وإن إلى عليه هدي طلا يعني ملكه كل عدنا ويتشبسا إن أساسه كله مثال أيه إنه إلى لي إسلام كحاتكو قرن يسا يعني كفالة ذا أو كريت مركي أي دلته إلهي سبحانه وتعالى أبو إياه إلى يقول إذا كتكتو أبها سامسولك هذا أبيه كبحه ولا الكاجب كوتشوه ما أنا الله لما أنك قبل يقول يالته حقوق قولي هذا أنا لذا كيف هو إذا أتقول هيد قرقة قبرني ماذا هيد إدملك ذا أو هيد إلهي سبحانه وتعالى تكريمك واجبك وصاري هذا ولا الكجوج ولا إذا سأقول إيبي وحا إيمانيسا أذيقو ملكد أه وناكسن يا حلوكين يا قرقاق قرقاق قف إلهي مسؤول كاقرقا كاساكو إلالين يؤنين أو إلهي سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف رفقا بالقوارير رسولك صلى الله عليه وسلم ليه يعني ومعنى الكلمة حليكرا نعمة مركي مرحلة دا إيكو جرتو تكريمك مرحلة دا إنتا تكو جرتو ونينك إلهي سمسؤول كاقرقا وإلهي حدانا وإنتا أرتقو دمبرري مراحش هذا صافير إنه إسلامك مرحلة أورك مرحلة زواجك أجوه ريسه وبداية هذا كسوقانه تكريم بسي وجوني ومهركي وجوني أسي وإذا إلا الله تقبل جوني أسي مركان كسو تجنو إله أولاد سي إله حمل جا حتى سيد الله تقبل الهاء وإله أيضا جوني وأسر مسؤولية رعاية الله سمي لها لأنه وحن ومزرعة وكيد إله سبحانه وتعالى وقابو ريو مرك إذا شو ee ilmihi ilaahay adoonka keeno qaabka ula dhaqmi lahayd say u ahaan lahayn xataa ridaacada yani misalka absadka waxa kugu filan marka ilaahay subhanahu wa ta'ala ridaacada xataa day dalbato in ajir agoon u leeyahay rabto in iibsan karto yani waa misalka ugu basiisan marka ridaacadi laga soo togo ilmihi ay korisay tarbiyeeso ilmihi dhashay ee meesha xukunka la saaray feeri waxa la leeyahay jannadi taxta aqdaamigeedii ku jirta يعني تكريم كونا كسن إلهي سبحانه وتعالى هذا حضارة كست أخرسه أما الدين كست أخرسه وسماوي أما هاها يعني وح كست قلن لجو قاضة كرامك بدن ملا يعني نعمة أنت ولا جسوا تجح حقوق ذي مركل ويديني وانقرن إن قصة ذي ريد حديث كرسول صلى الله عليه وسلم منكم أنتوا أتقي هو يذو حق أي كل يضحي إن أبوه يذي حق بدن ثلاثة مرات ثم أمك ثم أمك ثم أمك يعني أعلى تكريم أو إلهي سبحانه وتعالى ورباني وصاري يبسينا يا وكها وكذا جايا إلمه نحذ وذيء يا هذانا معاشر ذي بحقوق ذي لك القاضة يا مركي عائلة ذي ما أنا يسوع حق ليه ومشترك ولا بضو نحذ وذيء هاي حق يذي جون أول هذا يعني فير عدل كبدا ملها يعني هلك إلهي سبحانه وتعالى إنه كذا جايو صدح شيء mid uu ka dhigay inaad xaysiiso xaq uu islaamku yaani kaaga dhigaaya mid wuxuu yiri waa mushtarak baad ku tiideen mid wuxuu ku yiri ada iskale mid wuxuu ku yiri isaga iskale ay xaq yaani oo diin oo waxa qoreys ma jir karto
أيضا أنت تحي يا أولادي يا رعاية حقي زوجك أهيد مركي لبعض وحقي ذي أيضا يقول إذا أول هذه زوجة أهان أول هيد كوبا يشرت مشتركة هذا أنا إذا ساعة تحي بمثال كغير أو حي تحي كسوضة لينفق ذو ساعة من ساعة يعني إذا أنا تحي بقف إذا تحي إلى الرعاية ولا طافي مراحشي رب تربية ذي المين سؤال أقملها أو حتى دعاء الوحي ريو حتى لقولي برا والدك أمك يعني قفك أتقرن أثرك يكون هذا أما يكون يا لك يا حال ويري ويدي وحي نقطة مرحلة يدي وحدة شيء يهي قاعدة مرحلة يدي قاعدة بحدنا مسؤولية كلا حدنا روسا رايا أولادي يسي قف وحواي سقدن يعني ما قاعد أقول بحين كرنا هذا جبرنا الصومالية أما جبرنا مسلم كإسلام يعني إسلام كسوق ما قاعد أنا معناه أقول بحيو وقياسي وعي يعني قمة بالكلمة هذا آخر سوء نقارن إسكوس ما يسلا بضل نعبة أديك يعني خجلي أما بل يعني مثال ككم إذا شرع إسلام كسوق أررت حكم إذا نينك الله بق واتر بيايا حديث كسوق أررتي تربية هذا حاجاتي إنه كنا ذي هذانا ولي هي أو ملقاك الحرية هو يدي بقى كم إذا يعني نهدي عن هنا حتى ما نتقدر أن كشر كينا أما عن قرنه ما أمريني إن أنا ممكن يعني قمة ذا أما ما قاعد ويا لكرنه هو يدن يقبلن ما قاعد الله اسمه إسلام اسمه يتكريم ساري بل أذى جا يحي حيس إن مركز أفير صتو إن ممكن كله مجال ك أم مغني بذا أم التربية أم مجتمع أسود قن عمل ك كم إذا إذا مراحيش أي وحكة قبانيس مركز أنصار بينه عمل كمركز قبانيس إذا عمل كوتشرت هذا العمل كمعين شروط معينة للسيني لأنه شروط على السيني وحكم إذا إنه خوف إلى هذا الرفق إذا إلى الناس وحصلهم وحماية إذا الله صميني أو قانون صميني حالي هلا إلى ليه وحالقة إلى لنا إن الأسكوب يحضر منه وحالقة الشقضة حتى مش شقضة أو شاقة إذا إلهي واجب كمان يجي وحد قبل كرت بالغير مع إنه وحوى يدور مهم ويجودن كرت أيضا يتحايل نين كستاء وأسكوب ضي إنه مرحلة جار جبر بكذا ميس جبر لازم بهجاجين جبر لا أم بوضي جبر لا أم بوضي س شقضي مركل يسوي مع ذا أما مجال كيس حد عمل كله استعجو مال هو يكتن يصير ونعكسن سيكون كون ددم توي أكانس أما يعني بكلا أسو جاراية هذا إسكو ضي إنه أساس مشروع أساسي سو يعني مثال أذي عجبي كم إذا هيد طارق سويدان إنك شيخ الله يمان إنه وحير بل إسكو ضي إنه ضحت خط إدسان يعني بلين دتشسو كبر بلين كده دتشسو كفر فرنتو عدكته محاو حلو ودراسو للسمية يض وح أي سميسو إنه هي واحدة راسيسن أو كفكرته وأركيس قف كأنه إلهي ولا ليه قف مجال كذا أي كتشرته وياهي مجال دراسيسن وإله رباني وسي حكمة أو كفكر يسوع ما حد بعد دانا ما حد تشوف ما حد يعني لقيا بأنه مستقبل كرعاء بقدرة الله حبرته يسمبرني إلهي رباني وكأبو رواي حتى هذين وحقونين أو وحبرنن وقف إلهي سبحانه وتعالى عقلية خاصة سي وذيابيس هذي إبداع سما يسوع أما يوح سما يسوع وحيداس ووح تسليح سن معين هذا أصو أرجنو لأنك كلو لح نفسهات كن لأنك أساس يكون نقانيس ها مجال حليمة ما صنت هاي واحد كهذا شيء إسلام كقهر دو مركز هاي يا إسلام ككديب سدو كرامي مركز سو جذب إنه أنت صرنا واحد جرا دو أربعين دولان إكو أربعين ترى قربات كوليبا دولان إكو ذان دو مركز دو مرك إسلام كي دان حقوق لمسينين يقولوا لي يعني ولي بقار دو مر إسلام بدن لسه فين إجران ما هكذا ليه؟ والله إن أي واحد لسه فين واحد وواحد سعودي وتاريخ لها وتاريخ ذا الربيع إنه بربوري وحويري إن مجتمع مر كدربتينا بربوريسه لا بس شيء بلا جقلة شيء كوا بعض وحويري دو مرك ليش لأنه يدي وحدي سيساد وحنا كشكيني نقلن شيء قال بعض إنه حلاج قال معلمين تام أسكرتها أحد شيء كوا دمر بحلاج قال وحي إسكود ضيان ضد كان غرب بقى إني قرب كده قال ما كان تاريخ ذا أما جلال صور عنا أما أنسى أو تحرى عينه قري إني كده قال بنا قري يكون يجح وين صح قري حكدرا إن ملك قريسن أو تيرك جورج مركل الإسرائيلي وحلي أساس فريه بقطابته
فرحي أطابنيان قف هدوية قف أخرنا يجي نفترق ده أجي مركي ربان إني كوش يعني أما إسالي مدرسين وي أركان إلهي شرفت عزيز إيماش وجارسي وكسوحي له نقطة ضعف جاي وظهر كأكن دحيان أن فرح قبرنا أن بطون كسارنا وحيكو فكران إن إيه كجلان مركي سالو وجري كلا قف مركو يهي قف أن وإحنا أخرين أن وح كشقيين سينين مسكح ليس وحلقولي يهي وحلاقة سو قبرنا أبسط حاجة مع إنه أبسط حاجة ده محوسة كوير هذا مثال ميراث وحيابه يدت طعن جبوري كلا سو قلق حواي نيك ناكتو يسميهن هاو يسميهن عبادات كيو لهن السماي بل أنا بكسر درم سأشين أضحوان إذا كسر السماء أنا كسر هي أنا إلهي مسؤول إيه قد إيجي عبادات كأن سمنا وحرب أن سمنا أما إنه إلهي للذكر مثل حظ الأنثيين يعني مثال كاس مرك لو فهمي السنان لو فهمي وحرة بينه بسيط كوه طابت لكن سألفت الكسر مرة بينه تس واضح أفهمته تكريم إلهي أذكره كرامي نيك مسؤول ككائها بهذا نحن نقول وحلا قيبس أنا أي شريعة دقيس أما إسلام دين دقيس مجرد يعني سيقوم مسؤولك يا حلو لي هذا أنا لق يبسه وحلو لي محكا وحا لق يبسه نيسه قولي بقول هذا تيسين سيقات كل هذا بالفير يعني ما لكي هذا لمسو دوانكر هذا خيار هذا تيس فلك الخير هذا أديد لنا هذا إسكالي صح وحيابها إكالي كوصة مين كران وحاوة إكليهين يعني حجابك وكبلابين أساسيات كبلابين waxa ku filan ayaga xijaabkii waxa ay ka dhigayaan waxa markii aad rabtid inaad najax ka gaadho wax qarsoon adiga hada miisaalkan ku siinaya marka aad wax qariiso ee wasakhda iyo dabaysha iyo yaan dibka dhan aad ka duugto dah saarto iyo walaal furan ee dabaysha ama wax jaraasiinta dhan de adiga cilmiga hada geologiyadood garanaysa ay ku dhacayaan ee meesha yaala كابل قادنا إسا كيد النابل قادنا إسا صح سلام كود ده قبل وقرحيه زي بقسمه واجب كقدر جاي وحيرة من مركه إني بنان كأسو سعرن سي إنه قطه دل قال قدر كله تجي قشن كأ وحيرة وحن بكرو ليه ووو ما يبكرو له يسؤال شهاد إني تكجواب تحت الأبو مكادني ليش لأنه ما بقرب هذا مثال كأبو بس السنة الوسو قادنا وكان وكلت een adigoo saa dhanka xijaabka ama dhankaasi ka soo galayaan waxay ugu soo galayaan soo bandhig ha isbandhig gabadha Ilaahay islaamku ku qurxiyay laakiin waxa ku qurux badan tahay maxaarimteeda marka ila joogto een usradeeda caailadeeda inta ay u tahay bay malikad buqara u tahay ninkeeda Ilaahay subhanahu wa ta'ala si loogu talagalay kaasi u tahay laakiin nin walba inuu meel walba ka dhaw oo il walba ka dharagto oo jiraasiin kasta aad qaadato taxamusho ayu aqlin hada oo ka sheekeynaya barnaamijkaas يعني إيه قلت لكم سؤال شهادة كعليس لا يستطيعون بل حتى وحي اكتشافي يعني علماء الأطباء بنان كان هوذن أما إلهي سبحانه وتعالى بفير أهمية يحق ماذا كذا ميس حجاب كان يوناك بيسا إن قرحذن هوذن بنان كان عذور الجرام بالضبك كل عام وحا صلنا إله بكاء إلالي تي إيش هيد بكاء إلالي لأنه إله أذوحة هاي ملكت ملك نقف البو وحسكد ربع إنه يسوي سوء ويسوء ودوش صواق الشضوء إلى الشضوء صاصة تيبا waxaa lagu banayay marka in lagu dhigo shaariic ayay laftirku ogi ay laftirkooda hadda waxa aragtaa waxa aragnaa in TV-da waxa aragnaa boqoradooda ama gabdhaha boqorada way iskhariyaan sax akid way ogihiin in dib kaga dhaxayaan marka waxay u bandhigeen qofkii aan wax aqoonin ama aan garanaynin ama aan saa u fikirin baa lagu leeyahay halkan ha hadaa soo istaagto shariicadaadi hal qodobada way soo dhaxdo aniga waxa saal la yiri isaga soo kaxay yani qofka saas la way ogihiin marka waxaan waa taqdiir digsana oo la inoogu talagalay laakiin dadkii rabay inay kacaan oo u jawaabaan oo wax akhriyaan oo ogaadaan oo ratiyaan waa inaga muslimiinta caamatan wax yaraban ha aadaan waxay ka galeen waa mujtamaaci waa kan leesh laana marka xiku dhayn guriga sidoo joogaysa okay guriga ma joogaayay haye waqarna fi buyutikun guriga saa loo joogay maxaa ku aasan gabadhan waa waxii tarbiyeenaysa ninkii bay soo saaraysa walaadi bay soo saaraysa guriga bay kan ogtahay saacadka ay baxaysa ila daruura waa muayyan maasha u baxayso tiil ilaaliye ayada laga ilaalinayo oo guud digan guriga loogu ilaalinayo waxay tahay waa nimcayda la rabo lama dhihin guriga joog soo bax shuruud ku soo bax alo yani amalki qabanaysid oo sidii rabtidina wax u sameeyso soo bax laakiin hadaa u fiiriso saaxada iyo majalka aad ku jirto aad ku wararsan tahay qasriga laga soo saaraya jaraasinta lagu geeynaa ma ayuu markaan saa u taqdiidinayna waxay u diidayaan markay saaxadii u soo baxdo ay ka qaawiyeen ay banaankii wixii ka tagtay ay ka dharagtay iyadoo daalan bay tagtay gurigiina u dayac ilmihii way dayacmeen inta aadoon ka soo tagin waxa laga yaabaa iyadoo shaqada camal ku jirto oo gabadhan haday saacad u fikirto u fadhiisato
saacadaas waxay soo saari kartaa bulay balaayin oo kilometraad ah oo mustaqbalka mujtamaca lagu hagaajinayo waxaas u diidayaan laana maanta dib waxay ka fikiraysaa way baxaysaa sax waxay isku hagaajin lahayd qaabkay sameyn lahaa waxaas ka fikiraysaa taqdiid way degsan laakiin innaga la inaga rabaa inaan dhahno kala thumma kala bal waxaanad sheegaysaan maba diidin islaamka nabu laakiin wuxuu u yeelay asluub iyo edab iyo waqti mucayana iyo meel mucayana makaankaagi hadda laga leexiyo lagu dhaho maya qaabu soo bax oo makaankii lagugu talagalay aad ka baxdo ood gurigii iyo wixii dhan aad dimaar ku samayso asaaskii aanu dowladda hadda markaan ka sheekeynayno dowladda waxay ka timid waa mujtamac ka hoose usro yacni caylada ugu horeyso mujtamaca ku xigo owlaad baa timid soo maho owlaadda way baxeen mujtamac kale ku darmado waxay noqdeen jamiic kadibbay dowla noqotay kadibbay muqawamaad iyo iltizaamaad iyo wax yeesheen yacni haddaan akhrinayno diinteenna ilaahay subxana watacaala na siiyey bimacna lkelima waa ka adkaan karnaa iyaga ma ahe iyagaan soo jiidanayna bal way ogaadeen way qaateen way noo soo bedeleen waxay tuurayeen baa inaga laynaga dhigay marka anagu istiqbaalnayna dimaarkii iyo asaasigii waxaana jirtoha sunna kowniya waxaa jirta ah haddaad ka baxda ilaahay wuxuu kugu amray ciqaabtaad u diyaar garow ha wayna haysataa inaga yacni markaa adugu muddadu ilaahay kuu jideeyey aad ka tagto hadda mujtamac ifsaadka haysa maxaa waaye gabadha banaanka taagan saa ilaahay milkid ugu dhigay markay banaanka imaatay maxaa imaaday fasiqii baa batay nimankii waa kana jaraasiinta lagu sheegayo waxaasoo dhan baa ku badanaya mujtamac haddu waxaa ku badan maxay noqonayaan waxaa laga fiiriyaa mujtamac marka la fiirinayo usradooda say tahay ama shabaabkooda suu yahay shabaabkii usradii markii lagaa galay ama caayladii lagaa galay haddana macalimiinti lagaa galay maxaa ku dhacay dimaar taamaad kuu samaysa waynu u najaxda iyaga laakiin insha allah ilaahay ma dhihine way is ogyihiin dad baana hadda u muuqana usoo baxay oo kaga hadli kara sa xaliimo aada ayay u faahfaahisay weliba waxaa ka hadasho guud ahaan haddii anaga isku soo laabano soomaalideen dabcan waxaa leenahay dhaqan ah dhaqan islaam ah aan ka duwaneyn wax badan dhaqanka islaamka dadkii soomaalidana hadda waxaa ku dhacay kalayaac kalayaacii wuxuu keenay in mataqaana laga kala tagay dalkii mis dhihi kartaa hadda afkaartaas way saameysa oo gabdhihii soomaalida hadda aada bay u qaateen afkaarta reer galbeedka waxaa u kala qaadaynaa labo qabl wabacd waxay dhahaan ama labo yacni markii hore iyo markii hadda xaaliyana horta dowladda burburkeedii fikirkaas juziyo weyn oo asaasiya ku lahaa leanno gabdho aan waxba garanaynin hadda waxaa jirta xataa islaan ka sheekeynaysay oon dhegaysanayay ayagoo cilmi maadi ah ku tarbiyoobay oo wadanka galbeedka iyo afkaarti galbeedka yimaaday baa intaan u tagnoon dowladii dhexgalnay baan la doodnay bay dhaheen ra-iiskii hore ee allahu naxariisto markaasay burburka qeyb weyn bay ka qaateen markii la dhahayo leanno afkaartii markay la yimaadeen dadkii la rabay ee loo yimidna uusan rad haysanin ama isdifaac haysanin mujtamac wuxuu noqonayaa eber ama gabadha soomaalida ah mujtamaca markii loo fiirinayo mujtamacaadka kaleete waxaan dhihi karaa hooyo way ka badan tahay bal waa hooyo waa dowla waan dhihi karaa leanno labaatan iyo soddon labaatan todoba sano taqriiban khilaala mujtamac burbur ku jiray ayadaa dhalaysay ayadaa dhaqaysay ayadaa waday afkaartu waxay u saameysay burburkii way kala qayb qaateen ama hadda xaaliyana ta'siir weyn kuma laha oo ilaahay subxana wa tacala wuxuu inoogu nimceeyey dadkii diinta gaadhay iyo mujtamacii oo wax fahmay iyo dhibkii oo ina soo karay iyo xishood iyo dhaqan hore oy soomaalidu lahaan jirtay lagu adeegsayaayo hadda xataa kutii isku dayda inay fikirkii lasoo istaagto ayadaa marka dambe dimaar ku dhacayso oo burburka uu saameynayaa marka xaaliyan hadday jirto way jiraysaa oo mujtamac kasta fasaadku dhinac kale uu ku haysanaya laakiin way yar tahay nisbada markii loo fiirinayo waagii hore iyo say ahaayeen leesha iyada waqtiga nugu yar awgeed ugu dambeyn waxaa kaa rabaa daqiiqad in ka yar inaad soo koobtid wax talo oo nasiixa aad siileed gabdhaha soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa gabdhaha soomaaliyeed waa ramsiga asaasiga iyagu wax koraya waxna ha akhriyaan waxna ha bartaan saanu xamlada uga qaadno oon mujtamaca soomaaliyeed aan kor ugu qaadno leanna hiyo cizatal nafsiya iday ku jirtaa baan dhihi lahaa anigu quli qowli hada astakfir llaha li walakum aada iyo aad ay umaadsantahay xaliimo daawadayaal taas waxay ahayd xaliimo xuseen maxamed oo igala qeyb qaadanaysay barnaamijka haweenka ee afrika qeybtiisa hore waxaan iskugu soo laaban doonaa xayeysiin kadib insha allah. telefishinka new africa waa mid guud oo aad kaga bogan doontaan barnaamijyo kala duwan kuwaas oo taabanaya
dhan kasta oo nolosha ah waxaana si gaar ah loogu talagalay bulshooyinka Afrika kuna baxaya afaf kala duwan sida sawaaxiliga hawsaha ahmariga iyo afka Soomaaliga fariintiisu waa xal u helida dhibaatooyinka jira qaaradan isagoona u maraya qawaaniinta iyo shuruucda saxda ah ee u degsan warbaahinta xaruntiisu waa Khartoum Sudan xigsigeenu waa barwaaqada Afrika iyo horumarkeeda daawadayaal isku soo noqod wanaagsan waxa soo gaarnay qaybaheen dambe ee aan uga hadli jirnay haldoorada haweenka ee Afrika maanta waxaan idin haynaa haweeney haldoorad Afrika aad wada taqaanaan oo magaceedu yahay Ellen Johnson Sirleaf waxa studio ila fadhiya Cabdiqaadir oo isaga ka mid ah wariyaha TV-ga Cabdiqaadir kusoo dhawow aad iyo aad baan ucaash ee Cabdiqaadir maanta waxa ka hadlaynaa haweeney aad iyo aad ugu weyn Afrika bal nooga waran Ellen waxbarashadeedii iyo dalashadeeda ku dhalatay taariikhdeeda marka labaad aad baad u mahadsantahay Aisha Ellen Johnson Sirleaf waa mid ka mid ah haweenada ugu caansan Afrika Ellen Johnson marka hore waxay ku dhalatay Monrovia ee caasimadda Liberia waxaa dhalay aabo ka soo jeeda isirka Gola iyo hooyo isku jir ah oo maxay yiraahdaan dadka qaar waa German iyo qolo kale muhiim iyada waxay dhalatay bishii October sanad 2019 1938 sax marka ay eegno dhanka waxbarashadeeda iyada waxay wax ku qaadatay mid ka mid ah iskuulada ugu wanaagsan ee ka jira caasimadda dalkaasi ee Monrovia waxa kale oo la sheegaa oo macnaheeda dadka ay ku qoslaan iyadoo 17 sano jirtay in ay maxaladihi jiray ay guursatay markii ay ku seesnaa ugu baxdaba waxay guursatay si ka duwan sidii la filay waxa laga filay markii hore iyada maadaama iskuul khatar ay ka baxday inay maxaladihii jiray ee waxbarashada hore sii wado laakiin dadkii sidii ka fiirsan si kala dhacday waxay guursatay mid ka mid ah dhalinyarada ka soo jeeda isirkeeda maana isir kale oo ka yimid markaas Mareykanka waxaa la sheegaa markii kadib waxay aaday iyadii xaaska ninkeedii waxay aadeen Mareykanka halkaasoo ay jaamacada badan ka gashay waxaa la sheegaa inay gabadh horta waxaa la sheegaa inay ahayd dhalinyaradeedii qof aad u jecel waxbarashada waxaa la sheegay inay jaheen akoon muhaasabadii baratay markii cabaar joogtay ay ku dartaa la sheegay dhaqaalihii markii dambana ay jaamacadda Harvard ku diyaarisay masterka doctorate maalinta guud waxa kale oo la sheegay in waxa soo dhana oo baratay waxaan u dhashay ninkan afar cunug sax iyo intaas baratay oo ay abuuday inay ka shaqeysay meel kale waxay go'aansatay la sheegay in ay guriga joogto oo ay hooyo yar qabato oo ay saacido xaaladii jiray ninkeeda guriga iska joogtaa ilaa ay ka dhaceen macnaheys beddel fara badan oo insha Allah aan marka la sheegan doono saxii aan Cabdiqaadir qaybtan oo hal doorka waxaan uga hadalnaa badanka ku soo qaadana gabdho ama dumar afrikaan ah deegaan lahayn Soomaali hadii afrikada kale way ahan lahayn iyo taariikhdoodi si ay gabdhaha kale uga qaataan wax marka dabcan Ellen wax badan ay aaminsaneed noobal noogora afkaartii amsanid ay wa su'aal aad wanaagsan sida laga garan karaba iyada horta marka si aan u fahmin afkaarteeda waxaan fiican inaan fiirino horta Liberia Liberia waxa lagu sheegaa inay tahay mid ka mid ah wadamada ama ugu horeeyay Afrika laga sameeyay asal sida wadamada oo sidoo kale Liberia waxa aasaasay dad oo heme adoon ah
ama raqiis sida af calaamada lagu yiraahdo oo isxuray oo marag ku noola waxay go'aansadeen dadkaasi inay ku soo laadaan Afrika oo ay degaan dadkaasi markay meesh degeen waxay sameeyeen wadanka hadda loo yaqaan Liberia ayna ee dadkaasi kala raad markii aan dareemay karno iyada waxay sidataa waxaan wax ku baratay Mareykanka waxay sidataa afkar liberal ah sida ay ku cadbay in xisbigeeda unity waxay sheegtaa in waxa uu qoran inay tahay in liberal democracy liberal economic waxa sidaa oo si hadii aan u fudeyno in daawadaha waxa loo jeedaa liberal ka macnaheedu waxay in oo dowladaha xukuumada aysan farax la soo gelin in dadka arimahooda sida ganacsiga siyaasada afkaarta xurriyad marka si hadii aan u fiirno dhanka ee Soomaalida maxay ka fiiri karaan oo ka faa'iidi karaan in afkaartaasi aan waxaan qawaar ayeen in markii islaamka la fiiriyo waxa ku jirta nooc ama dadku xusiya xurriyad hadda marka si kala u fiirisna hadana dadka waxa isku daya in aysan xurriyadaas maartan bananaanka lagu bixin si fara badan haweenka Soomaalida u faa'iidi karaan qawaa waxa kamida markii shakhsiyadda aan ka fiirno markan ka soo tagno fikirkeeda shakhsiyadeeda horta idu waxa uu muuqataa qof oo ay ka go'an tahay in dadkeeda uu qabto sax waxa la sheegaa in 10 sano laba mar lagu xabsi loo geliyay iyadoo uu rabtay inuu wadankeeda u qadmeeyo mar 10 sano lagu xukumay mar 2 sano lagu xukumay mar waxa lagu qasbay maxaa la dhihi jiray inay wadanka isaga arorto maana intaasna waxay muujinaysaa qof diyaar u ah inay wadankeeda wax u qabto waxa kale oo la sheegaa inay macnaheeda garab istaagtay oo ay u dooday iyadoo walidaadeedu aad u yartahay inay haweenka xuquuqda ka maqan ay helaan waxa la sheegaa inay iyadoo ka tirsan markii Mareykanka ugu soo laabatay oo ay wadankeeda ku soo laqatay waxa la sheegaa inay ka shaqeysay wasaaradda maaliyadda walidaadeedu markii waxa ay far badan oo koob ay ka noqotay sidoo waxa la sheegaa inay tahay haweenadii ugu horeysay oo Liberian ah oo ah wasiir maaliyadda qabata sax haweenadii ugu horeysay oo afrikaan ah oo madax noqotay waabeenadii ugu horeysay oo madaw ah oo adduunka oo dhan madaw wax madaw ku nool ah oo madax ka noqotay aan hoolaha ay qabatay haweenka u qabatay waxay u suurtagelisay in maxaa la jiray ay ku guuleysato jaysay aad far badan oo ay ugu horeyso Nobel Prize ka marka waxa soo dhan waxay muujinayaan in horta faa'iido far badan oo gaba ah qoftan laga faa'iido karaa jirto laakiin waxa ugu muhiimsan qofka inuu si nisaafi ah u dinkiisa ugu qadmay asoo yanaa nolol fiican haysto asoo waxbarasho fiican haysto oo wadankiisa dib u soo labto sidaaguna in Liberia waxa ka dhacay cudurka Ebola sax qofkii awooda inuu ka baxo oo iska bixi kara laakiin iyadoo sidaas tahay way joogtay way saligtay wadankeeda u adeegtay waxay tahay in waxaan dhigi jiray Soomaalida kale maane qolo kasta waxa ka mar kartaa waqtan in waxyaalo badan ayaa ku soo tilmaantay in ayadoo waliba haweenayn tumar inay wax badan soo dhawr adeegtay maxaa qabsoma ayaa dhigi kara walaa xafar badan ayaa qabsan aan intaan hadda in laga sheekay waxa la sheegay inuu qabsan markii hore markii madaxweyne ay ka noqotay sanadkeed ugu horeeyay wadanka markaasii wuxuu ku jiray ama wuxuu ka sii baxay dagaal suuqay Liberia waxa ugu nahay waxa Soomaali mid ka mid ah dagaal suuqay mid ugu darnaa markii waxay awooday ugu muhiimsan horta wixii deyn ah oo lagu lahaa wadankeedii in laga cafiyo meel kasta tagtay waxay tagtay hay'adaha caalamiga illa ay ku guuleysatay in deynta Liberia dhammaan laga wada cafiyo waxay kaloo qabatay oo la sheegaa oo ah in haweenkii ay ku dhiirigelisay inay soo muujiyaan inaysan maxaa la dhihi jiray ragga aysan u daanin waxay isku la heysiinayaan oo kale waxaa fara badan ay qabatay oo labadaas ay ugu horeeyaan waatan maxaa kaloo lagu xusuusan karaa waxyaabaha lagu xusuusto waxaa ka mid ah marka aan u fiirin dhanka oo salbiyaadka ama waxaan afkaaga lagu yiraahdo markay koowaad ay xalay jir xukun isku sharaxday waxay tiri aniga halka mar un halay doorto mar kale maxaa la dhihi jiray in isku soo celinay balse markii ay xukunkeeda dhameystay oo u macaado waxaa waay sii wadatay waxay isku dayatay inay dastuurka bedesho marka waa maxay waxyaabaha salbiyaadka lagu sheegay kamid ah dadka aad ay u yaqaan markii Ellen Johnson Sirleaf la maqlay waxaa la sheegaa in isku dayatay balantay ka baxday naa balantay ka baxday la sheegay laakiin walow ay balantay ugu baxday si wadanka uga baris taas oo baa halkaa qabsan intaas oo qabsantay horta waxa ay wadanka dhaqaale horumarisay dagaalku iska ka baxday ayaa horeed mar la wareysanayay oo maxaa la dhihi jiray aad ugu tataabato waxa kamid ahaa inay awooday in ay macnaheeda hay'adaha ama institutions ee salka u dhigto wadankeeda ana markii ay hay'adihii oo dawladda la dhigo waxa fudaanaysa qof kale inuu imaado hoos imees ka sii wado taasna mid aad u muhiimsan ay qabatay kamid
وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول وحنا كلو كفاهم كرنا وأنا آد وجعل هنا وست الماء وإنها وينك مركي حكم قدرتي وحلا شيء عبدنا إن مركي رجع إياها وينك إنها وينك ودوبهن كبير طه معناه فساد كيو العجينة قاتان إيو كبير طه نعم صماد كبير رجع إيو كبر أنته مركا وحاسنا وحين موجنا يان إن قفتها وينك يعني لسه ما أنت عم إيه بكسر السبب مركي حكم قبشت marka waa diib aan irayga maarta habeen Soomaalida runi waxa uu ka idaa hanu waxa hadii dumar Soomaalida madax noqdaan ama madax noqdaan iyaga maadaama aan 22 san ragii ka daanay oo wixii san qabanaan arkin ragga toorka aanu diibo waxa qabanaysan ma fiirnay waxa laga yaabaa Ellen Johnson sirf ka kulayna helay waxa uu maleenaya Soomaaliyo uu qumqlayaan waa Soomaaliyo raayiga waa iskul duunay kan laakiin waa kan raayiga uu dad badan oo ila qabaysan filay waa filaya asdi kartaa hadii sida Ellen Johnson oo kala Soomaali laga helo uu bedeli kartaa aad iyo aad qof horta shaqsi ayaa bedeli kartaa salaadaha wallahi wax badan ay ka bedeli kartaa horta horta Soomaalida anaga een ulu aanay Soomaali markii afrikaanta kala fiiriyo haweenka si wanaagsan u fiiriyaan laakiin wax badan aan qaldan oo ugu horeeyso aan waxa arkaa in haweenka marad wax barashada badan Soomaalida laga diido صح قفت مركي واحد برد دكسر مركي ده مثلاً حليه لكن سولم دي كره هاد ما حليه ده هروال غير لكن هاد ويسوير أنسا ها ويسوير أنسا دون كده نسيب درك دعاء إن أرت نسيب درك كان إعلام كان هرم مري إيو محله ليه جري أميدي معنا وقاقرين تلك كفر بضتي وحاب بضتي إن محله ليه نسيب درك فر بلعه حن بدينا نسيب هاد وحن جر إن نين أيام هرسي كل جو حوش شيء إن لما تصل الكهر نسيب درك أدفر بضع معنا دون كسي ولا كسم وصعده تصل رجلينا een way waa taa qadir waxaan markaan u gudbina dhinaca qadka telefoonada halo assalamu alaykum wa alaykum assalam ee ku soo dhawaa walaal magaca ee waxaa oo walaal oo ku dhawaa haa barnaamijka wala socod sida falayo haali aad barnaamijka haldoorka hey maxaa kaaga baxay wax badan ay maanta madama oo aad soo qaateen door madaxweyne ahayd صح أنا من دين إسلام صوتي وقناتي دان ديني لكن كان مدحوا ينقون كرتا وصوماليا سير كان تنبيه لنوت يعني إني تيجي بكتو فقدان وكرم هذا الحرام مركا عبد القادر وكرة عسان تهمية حاوين قبر مدحوا ينقط وكرة عسان يهدي وسريع عبد الإسلام وافق قلتو أنا مرتبط يعني بالأخر أخوين كارجنا دي لها وبدنا كل حلا شريعة الإسلام كموافق سنة حكى لي له أقول علولا قدينا لها لكن هذا ما ديني نركي الكودي وحابط في مكومات الكودي إذا معرف كودي فركاني وحمران لها هلو داي ومركب الوحي صوت عرانا عرقناك هدي على سعوتي حابة برنامج عبد القادر روحي أسود دياري قبرداس إيلان جونسون ما حكى كفا إيدا ولا واحد بدنا يعني كفا إيدي وحارجيني أفريكا إني كو فلا دو هيك وقالتو واي أفريقيا حالا دولة دو بيستم بيسا صوت أنا ما هواين كمان أنت بدنا تخرب هذا من شغلات كذا بس هذا حارجيني نعيم أي كده يدان إلين وكهر بلي دخل بس جينا هالدور أفضل مثلا ممكن تان أما عن داونا أما نجد aad iyo aad ayaan ma santaa haa sida fiican anaga la qab qaadatay barnaamijka hayeen abd qadir oo maqlisay xamuuda in gabdhii ay ka helaan qisada ee elan aad iyo aad aslan in gabar kasto oo wax baratay ha wixii sanad oo hami wadato wadan hami dad wadato aslan waxa uu noqonaysaa in Joseph qof role model ah sax qof lagu daydo oo qof la fiiriyo marka waxa ila tahay aniga shakhsiyan markan ka hadlo qof diiday qof kaan kale waxa diiday qofka aan wax baranin ama u fikiray si rag ah hay markii waxaanu waday qadka telefoonka soo galin ka hor gabdhaha
وحبرشين لو ديدي وحصا كلا ها ان ولو هاد استاش كتبه اس بدل فربن اجرو لكن وحاجته دارين غود او باش الصوماليه ده ولو ان عيب كان كان ها من قبل مركي دوسر كبا دخلنا ما ينفط مرته مالدي كر وحاني وا باشينا وحي او تلقلين اني قبل لو غيان و حسم لي كر وحا قردان الا ثانيه قاب فكرك صح من أمرك يقولك قفك أباه أهل حسليه هاي كبير مرة هدي دكتور كبحل وحاول أنت جامعة ذي وحاس قال له هذا برشدي وقدر كي من أصلاً سوون بالوح تغاري وحاولك سو حوارين هالسط عروه هالأشر وحاول بدتها أنفعت يعني أنت سويهم أنت لكن حاولك سن إن محلي في كاس نوع ما لبدرو كبير مرة مركز قيار كذا الفيري هذا إيربتو إني جورستو جورستو ولو إذا الجورس ذي هذا نعان وحلا سيبركرو قلت له حقا وعني قبلها إن لوسي أو قلت برشلوه إلا دكتوره إلا سيوهدان إلا أي محاليه جريئين قلت له قبت مركي لقى هذا واحد بلوشيد بدلاء وهابنك صح هدي أنا هابنك وحبرن وحاواي ماشي سوحبانا كمان وحبادهم على قد واجيه لكن لقم أدغم مثلا أدي 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 وأنا مركي هو حكمي ذاتك أو مركي مقلان إن هابنك المظلمي أو كلي إيه سان وسيم سان وسيم بحام سان جري إنه غلطان طه في وقتين ده محسوح حقيق سنية إن ماشي حقيق غلطيهن ما حقا غلطان في سان هذا وحقا وشي قابل فكر كيه غلطان منها سومالي ذا خاصة إنه كان سومالي ذاك هالله قبله أما وينكي سومالي ذاك عيدنا عبامة صح ذاتكو أدبان وجو عليها وان إحتراما إذا كتا ودريم كرتان أدي أدي لكن قابكي أفكرين مارتن وان سلينا هاي وناك إذا كجرو أغلطان صح معنى مش نعيب يو وحكى البورس مو بجرب مركا يبدل كراسلان وحى بدل كذا مركا هرتة إن هرتابين كي حبارش لوف إن لوف رو لوق لهذا إن وحى كله بدل كذا وحى هبين كي إيجا بدل كذا حداسن استاجن أو إنسان لواقين إن محل إيه جري وحيربان إنسان كرو قادم حواي سو حالهم بكجرايان محل إيه أمسنان تود إيه كرو مدي بس رجلو ربي أوتة لأن الرجل نفتي كده حيران بلشيه هو جامين، أي بلشيه سديسن محلي ذهبين كي أصلا جزء أساسي كنا قلنا، بدك لو حنجي على هاي إن إحنا شايفه مركز دخل على هذا ولو دخل على إيه جعله إنه سووا هذا، منها إن عارين تهرتوا أني وحن نوع ما تجسده، دخل على سده دخل على دوم، سؤالنا هذا أنا قبل سوق سمالة هن، هذيك سمالة أنت شقيس، مركز الله البر ليه أنت أنا شقين وحقد وبدن أنت أنا شقين، صح. لكن حاسب رتاه هدي قاد وبدنا لها سؤالنا 50% أو 50% أو هبيك سومالي دين شغل سوق كجرا حاس بدلة معنا نقالها وضن كده قاليس قاد وسوق كر لها لكن كلا بربر دي دمر كلا قلوا هذا وضن كنا نقال تتك عرض وكلام كلا بنيو قبلها سومالي قاد وشقي بنان كأذ سوالم ليكره لا لا عكسها صح أنا يوم السودان أصلاً بوحش رقاجنا بهابين كود وحركة سام جامعة إيجا كوبدن ما هي ليش شغل إيجا كوبدن ما هي واحد برشة ذي دن كاسيو هرمرين تكلب برشة ذي أدو كوبدين لكن دن كدخله كله كان عصت ذي وحوبدن هو بناك تاجن سوق وحركة سا حاجة رجع قار كوش غلزين ولي أنا ولي مقاوم أنا وحنا قاوم ولي أنا هبنت الصوماليات إيش قيسه وامد أقبل السؤال مدمر الصوماليات إيش قيسه وامد المقصبة سؤال أنا عملي كذا مد مستهبل وعن شقينين أما سين مو بنتي أما سين وحاول ظروف أم بقص وقت لكن أنت بدل وحلي قانو هذيك الصوماليات قرون بيجوان عروتي محلي جري سواح ولا نجيك القانو حسب الله وش بقوله يميم تهي لكن إن دوارت البضيع في عن سوقنا أي قشة وده كده قليس رقارات مهم جدا وقت حارك هذا أنجونه ودنا على غاليس من سنين من اسم راجكر وما ذكر مورجكر صح مركا أي وحكة دواجسين هواين كأي أي هين وحب الشيء بدل كره أديه ودم بين محل إلات قبلها يقدري سنة ما دام أذيع قبتي فكر كأن كدون قار رجع قار محل بدنا قوى كعبسن بدنا فكر بين يا قوان رجع بدنك محل إلات ودم بين تلاق جود أصيل إلات قبلها سيدي هذا قصة أنا نوصل ديار سوق على مدحويني لبيري إلين جونسون وكله سيدي وده ينلاين وهالدورة ده أيضا سيدي وده ينلاين وده ده قاد لاين وكله محل إلات سمي وكله تلاين برضه أنا يعني نسيح ملي فيلاي سان فيلاي محل
ما يوحي أول جيلة ذكر طب يعني هبيك إياه فهم كودن أدو بدنية هاي فهمها مركز رجل البطن إياه أدو حفهمه بس أنا وحنا لا بس يعني هذا لو عدك كل وقت هلو مغلبس أنت اسمك سوكو سلام هذا الكلف تركيز أما عدك كل وقت زو ح سومري يعني سومري أكرتيني جرت عقبه وبلشيد ها عقبه فرد بدو يجلان لكن أصلا محاوتة قف كدو حرام عسيه هدوس مو يستاهين بدو يستاهين اسمه marka hadaan hadalka aan mustaano maxallihi jiray oo ninkii maxallihi jiray afar ku kul gureysto oo welina maxallihi jiray oo gurku u haayo oo waxbarasho ku ogaleen hadaan aamusto adoon baa isdili mid ka lana sahadaan u sheegnaa markii aad aamusto kaliya ma aamusnay umad faram macnaha Soomaali oo dhan aw aad maxallihi jiray aad aamusnaan dad kul gus laa hadaa hadasho fursadaada helaysa fursad ninka heshina madama dalka dhan dhisi karaan wayna burburin karaan wayna hadlaan ayaa walaa Soomaalida habeenkii aad u baahnaa aniga aad iyo aad u baahnaa wali waxaan arkaa aniga habeenkeena qeyr ala siiyay ka duwan yihiin kuwa afrikaanta iyo carabta hadda waxay ku wareersan yurubta waxay ka duwan yihiin waxay ka duwan yihiin horto qolo nooc ma dareen oo qoomiyad wax dhaqaajina laakiin marka dhaqanka hadlo waxaan moodaa inay maxallihii jiray haday wax bartaan inta had inta wax barato oo wax barashada la yaqaan hesho horta aad u yiriin laakiin inay soo ismu jinaayaan oo hey maxallihii jir hadda xalwa marka aragto xalwaanada way soo galeen ganacsada noqdeen heedii caalamiga waxba ka noqdeen intaas yar waxay muujinaysaa in wali habiga Soomaalida qeyr ku jiro markii oo taariikhdii waa lagu wareegsan waxa la sheegaa in qeyrkan hore uu isu wadeen waxaan rajaynaynaa hore uu sii wadaa adi aad oo maasanta aad qadar in ayaga wala talisay dadka in dhinac kale bulshada dhamaan waxa kula talinayaa sida ay habeenka durkooda qab qaadan lahayn ila wixii fududeynay waa ayaga maxaa ayagana kula talin lahayd ugu dambeyn aywa waxaan jeclaan waxaan ilaa un si Soomaali u wanaagsanaato oo aan dariskeena ula tartanno oo aan adduunka ula tartanno mushaakil far bana jiro laakiin mid ka mid ah waa habeenka oo aan saxan u fiirnay sax in la fududeeyo halka aan maskaxdeena qalbigeena qurubteen aan furno adduunku wuxuu sameeyaa aan ka faa'iideysano habeenkeena furtaasina adi adi ma santaa Cabdiqaadir waa tahay daawadayaal ugu dambeyn barnaamijkeena waxaan ku soo gabagabeynaynaa intaas waxaan idin kaga tagi doonaa sidaas iyo nabadgelyo.